طيب اهلا بكم متابعكم مستر بيت، واهلا بيكم في القناه، واهلا بيكم في فيديو جديد من ماينكرافت على وين كرافت سيرفر. طيب احنا المره اللي فاتت كنا وقفنا ان احنا خلصنا على الميشن اللي هي هنا دي في المزرعه دي، كان في وحش واحنا خلصنا عليه. فالنهارده كنا عاوز نشوف برضو شويه ميشنات جديده، بحيث برضو ان انا عاوز اتلفل عشان ايه ليفل 11. انا ليفل 9 دلوقتي، ليفل 11 هكون باخد ايه سبيل جديده اللي هي تليبورت، فبرضو حاجه كويسه. ايه ده، اوعى كده، مش عاوز ده، انا مش عاوز ده. انا ايه ده، مين ده؟ فقلت دلوقتي نروح نشوف اللي هو ميني كويست ده، نروح نشوف الايه الميني كويست. في حد عمال يضرب عليا، مين الرخم ده؟ انت يا فين هو كان بيضرب عليا من شوية ده؟ فين هو؟ خد. طبعا عموما دلوقتي احنا المفروض دلوقتي ايه نروح على الايه على مكان الميشن، هروح هناك واجيبكم على طول. طب اعتقد احنا وصلنا مكان المكان بتاع الميشن، وهي كانت في حتة من هنا. كانت فين هي؟ كان في لوحة بيقول لي على اللي انا عامله يعني. اقتل ده كله، بس اقتل ده كله، بس اقتل ده كله، ايه الدوشة دي كلها؟ اقتل. راح فين، راح فين المكان ده؟ اوكي عملت الكويست، عملت الايه كويست. كان المفروض مثلا اودي لهم اللي هو ايه السترنج ده للايه الفورست ويب اللي ده، وعملت الايه الكويست. خلاص نطلع من المكان ده. عندي ايه تاني؟ عندي كوك اسيستنت، عندي تونر، تونر ترابل. ماشي خلي دي دول سورس اوف راجني انفستد بلانتس. ويروح لسالب 300 1600. ماشي سالب ايه؟ سالب 300. تمام دلوقتي وصلت مكان الميشن وبقيت ليفل 11. لا لسه ليفل 10. كنت فاكر ليفل 11. دلوقتي عملت الايه، عملت ال بدأت الميشن دي، بدأت الايه، بدأت الميشن. انا مش عارف الميشن المفروض اعمل فيها ايه، بس هادي نشوف دلوقتي. نفتح ده كده. locate the medicine in the spider cave by climbing the tree behind orb. المفروض اطلع فوق هنا. ليه مش مرتاح لك؟ ليه حاسس ده ان هيكون باركور؟ يا نطلع على الشجرة دي اهو، مش قلتلكوا هيبقى باركور؟ وانا اشطر واحد في الباركور. اوبا اوبا بخ. حلو، انط هنا. اوكي بقى كده اعمل ايه تاني؟ انط هنا. المفروض اطلع الشجرة دي عشان حلو كده اهو، كده اهو ماشي. دلوقتي المفروض الاقي الميديسن هنا صح؟ ثانية واحدة، وانا المفروض اقع هنا؟ Are you sure؟ ثانية بس، اقرا بس بتاع التاني. locate the medicine in the spider cave by يعني المفروض دلوقتي ايه؟ انزل الكيف ده والاقي الميديسن تحت. يا دين اوكي باونس 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 بيبي. ده كل ده كل ده بتاع ناكب. فهمتك. حلو فتح الباب، اتفتح الباب. دلوقتي المفروض ايه نطلع من هنا؟ اموت بس دول، اموت دول. اوكي ايه الاخبار دلوقتي كابتن؟ اوعى اوعى بس من وشي. ايه ده كله اللي جاي ده؟ خلصت الميشن، خلصت الميشن. نايس 270 اكسبيرينس. اوكي اندر ووتر
ماشي خش كده دلوقتي. كنت عاوز اطلع بس من هنا واشوف ايه حاجة عشان احط ايه زي ال زي انشانتمنت على ال على الستاف بتاعتي. ده هنا باودر ماستر. صح. اوكي طب تعال بس نشوف ده عنده ايه الاول. طيب دلوقتي انا هحط على السلاح بتاعي اد باودر، هحط الستاف دي واحط عليها ايه الساندر، او عندي ووتر وعندي ساندر، فاللي هو ايه اظن احط الساندر ويبن. اوكي اد. اوكي دلوقتي بقى اتحط له ساندر صح. اوكي نايس. دلوقتي عندي ناتشورال دامج وعندي فاير دامج وعندي ساندر دامج. جميل جدا جميل جدا حلو. اوه ليفل 11 اخيرا، اخير ليفل 11. اوف اوف اضرب موضوع، بس موضوع موضوع هات فلوس فلوس يلا. اوه شفت التليبورت دي، شفت التليبورت. كليك رايت كليك رايت 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 رايت. اوه يا سوبر فاست. ايد موت يا موت يا. اوكي دلوقتي عندي سكيل بوينتس ما استخدمتهاش. ايه ده موت يا، عاوز ايه عاوز ايه؟ بعد كده هتزعل مني، هتزعل مني على والله. خد يا خد يا. خدت مفتاح تاني. اوعى خدت مفتاح. ايه ده مفتاح غير اللي معايا؟ لا هو اللي معايا. ولا كانت الويد ده عشان انا محتاج الويد. فاير. ابدل بايه؟ بدل بده مش عاوز انا ده. ماشي عندي اتنين تاني سكيل بويز، هحط واحدة في السترينث وواحدة مثلا في الايه في الدكسيرتي. طب اعمل وش اعمل وش. رايت رايت رايت. يا تليبورت وانا بعشق السكيل دي. رايت رايت رايت. يا دلوقتي كنت عاوز ادور على مزرعة عشان ايه، عاوز كنت عاوز اخلص الميشن بتاع الكيكة دي، فتعال ندور على مزرعة مع بعض. طيب دلوقتي انا لقيت في صندوق لوت شيست، لقيت اتنين مهمين قوي، مش مهمين قصدي، لقيت حاجتين يونيك، فده unidentified chest plate وده unidentified boots و unidentified wand. يعني عندي حاجات كتير اعملها ايه محتاج اعملها unidentified، فهشوف الحاجات دي اللي مش معمولها unidentified واعملها unidentified دلوقتي. احط ده كده، احط ده unidentified spear، احط ده احط ده. ايه تاني؟ 38 اميرالد فبالمرة يعني احط ده. ماشي 46 اميرالد كده كده معايا فلوس كتير. اوكي تعال نشوف. كيكرز ملوش لازمة. ده ليه لازمة، بدري في 14 الوف. سلادج very slow attack. ودي بقى كل ده هيتباع من 39 ل 125. اوكي give me that money. اوكي نايس. بس نروح على محل الاميرالد، عاوز احول شوية الاميرالد بلوكس عشان ايه مساحتهم كتير عندي. جميل جميل جدا كده. طيب محتاج اتنين اعمل لهم اندفاي دلوقتي، ده خلي معايا ليفل 14 ده كده مش عارف اعمل بي ايه.
Okay, let's go.